معنا يزيد وهيب الإعلامي الرياضي عبر الهاتف. يزيد مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير قضاء. يزيد، أنا لما اتصلت بك صباحا كنت نوعا ما غاضب حول ما وقع، بصح معليش نعود نسألك، لن أقول لماذا حدث ما حدث لرابح ماجر، ولكن كيف تقرأ هذه الحادثة التي أصبحت الآن تسمى حادثة التصفير على رابح ماجر؟ شوف قضاء، هاد كما سميتها انت الحادثه هذه كانت متوقعه، وكانت عاود ترجع شويه للوراء برك. كاين ناس اللي دركوا الامر وخطوره الامر عندها اشهر وسنوات قليله، خلقوا بعض الاطراف فبركوا مشكل بين الاجيال. شوف قضاء، عمرنا لعشنا مشكل بين الأجيال كما في الآونة الأخيرة. بكري كانوا الجيل تاع الستينات، الجيل تاع السبعينات، تاع الثمانينات، تاع التسعينات، تاع 2000، حتى 2010 نحبسوا. تغيرت الأمور، عندنا نسمعوا أطراف فاعلة في كرة القدم، لاعبين دوليين أساسيين يقولوا باللي إحنا الجيل تاعنا خير من الجيل الآخر. شنو هذا؟ شنو هذا؟ وين تعلمتوا؟ وين تعلمتوا أخلاق تاع كرة القدم والرياضة والروح الرياضية، احترام الخصم؟ إحنا خير منهم، كيفاش أنت خير منهم؟ تكون خير من الآخر؟ قولوا هادو لاعبين كل واحد في وقته في الجيل تاعه مد واش قدر يمد على حساب الظروف والإمكانيات، لكن هذا باش جيل يقول انا خير من الجيل هذا اللي ما كاش. ولكن في السنوات الاخيره وحنا ما تفطرناش، كانت الناس كانت تخدم. اللي هو صار البارح الماجير ما هي الصدفه قضاء، لي انا قراءتي ما هي الصدفه، وكنا رايحين لها البارح، دخلنا في الحيط. كيفاش يعني؟ شفت انت في عالم كره القدم جمهور رياضي يشتم أسطورة تاع الفريق الوطني وأسطورة تاع كرة القدم تاع بلاده؟ مستحيل. سمعت قضاء انت في التقديم تاعك تقول ممكن لأشياء، يا أخي هذا يخص ماجر، قارنه ووزنه، أهضر عليه كلاعب وكمدرب ولا كناخب. عندك الحق، الناس عندها الحق تقول هذا لاعب كبير مستوى كبير ولا لاعب متواضع. أهضر عليه كناخب تقول الناخب فشل في المهمات اللي عطاولو، واحد اخر يصيب يقول لنا عنده اسباب اللي ما خلاتوش ينجح. هذا مقبول، هذا نقد منا، لكن باش الناس هكذا تشحن على ماجر بهذا الشحن هذه، عمرنا ما شفنا كرة القدم. ونقول لك باللي كاين اطراف هي اللي خلقت هذا المشكل. هذا ماجر يقولوا ماجر لاعب كبير صح، أسطورة، لكن ما قدرش يحقق نتائج كبيرة على رأس الفريق الوطني. هذه حقيقة، هو كان أسطورة كبيرة، لاعب كبير، ولكن هذه ما خلاتوش ينجح في الفريق الوطني لأسباب موضوعية. نقولوا ماشي عيب لاعب كبير وما ينجحش كمدرب، ولكن الناس اللي كانت تخطط باستهاجم أسطورة كما هذا من موقع تاع نخب وطني منجحش. أنا أذكر معكم، لكن ما تلحقولوش لا كارير بتاعه، لا كارير محترموهاش. هذا اللعب، هذا شكون لعب جزائري يقدر يربح الألقاب خارج الوطن كما ربح ماجر؟ شكون؟ عادم كامل يطلبوا. شوف قضاء، كيكون دورة قارية ولا عالمية، الفيفا الكاف يعيطولو، راه اسمه هو عضو من الأساطير تاع الكرة الإفريقية. البارحة هذيك الصورة هذه مكتوب ليجون دي فوتبول أفريقيا، صحيح، يعيروه ويسبوا هكذا. عيب على الناس هذوما، عيب. طيب الآن ردود الفعل يزيد، لاعب كيما هذا بهذه الصفة يزيد،
الآن ردود الفعل، شفنا بعض اللاعبين رياض محرز، إسلام سليماني، هناك لاعبين قدماء من جيل ماجر أو الجيل الذي يليه. الاتحاد الجزائري لكرة القدم نشر صورة عبر موقعه يبدو بأنه يدعم ماجر من خلال هذه الصورة، وزارة الشباب والرياضة ربما سطرين أيضا تقول نحن مع الأسطورة. هل ردود الفعل كانت على مستوى ما وقع في الملعب أمس؟ لا قدر، اسمح لي لا لا. أنا مقبلة درت مقال اليوم في النهار، درت مقال وقلت الاتحادية خاصة درت صورة تقول ريسبي، يعني راهي تبرين خلاص، راهي دفعت على مجار. لا يا أخي لا، هذا ما هوش موقف، هذا موقف حيادي. شوف السرى في فرنسا على زيدان، نظرت الدنيا انقلبت، لأن زيدان أسطورة والناس يحترموه على الماضي تاعو الكروي. تايت الحد يدير تصويرين فيجورين هكذا تقول ريسبي، خلوا ريسبي لكم. شفنا الاتحادية، شفناها دير دي كومينيكي دي ميزوبوا على والو. اكتب اليوم مازار ما دارت والو، خافوا ياخذوا موقف. هذا الناس على الاتحاد خافوا ياخذوا موقف. إلا خافوا من خافوا من؟ لا قضى، هذا ما هوش حق. الاتحادية واجب عليها دفع اللاعبين تاعها، لأن بدون اللاعبين هذو الأساطير هذو اللي صرفوا الكرة الجزائرية من 63 هنا، احترموهم ودافعوا عليهم. هذه موقف خجول، تخباو يديروا خذ دي ريسبي ما غير ما يسحقش ريسبي تاعكم. نقول قد سمعتك تقول مازال ممكن يعاود ممكن يحضر مقابلات. هذا هو السؤال يا زيد، هذا هو السؤال، هل ممكن؟ لأنه قرينا بعض اللاعبين أيضا، ما حاولنا يكون كاين اتصال، ربما أنت تقدر تتصل بي، ربما هو يرد على المقربين، أنت واحد من المقربين من رباح ماجر، ولكن لا نعرف موقفه. هل كان قادر؟ أنا في قادر، تفضل. أعود بلا ما قلت أنا، تفضل. رباح ماجر هضرت معاه نهار الحد، راح درت زيارة مجاملة للزملاء القدم تاع الكاف اللي شغلنا كيف 9 سنوات، راح شفتهم في باب الزوار، ومن بعد خديت وقت كنت مريح وحدي، خدي قهوة، عيط الماجر نسقسيه قلت له واش راك لاباس، راك دخلت ما شفناكش وكاع؟ قال لي نجيك لأن الكاف رسلوا لي كيفاش يقولوا اون كونفوكاسيون، دعوة دعوة ما بريتو اون انفيتاسيون باش يكون من أساطير تاع كرة القدم الإفريقية وجي، خاصة أن الدورة هذه تجرى في الجزائر، وجيت باش نشارك المساهمة تاعي مع بلادي. نوقف بأنك لازم الترويج، لازم الشخصية الكبيرة تكون باش تزيد هذا الشان يبان. هذا ما لحق قادر. قبيل الصباح على الحجاج كلمته بنشوف المعنويات تاعو واش راه في الصفا لاباس، ما تقلقش روحك، وهذه أمور نقولوا بين قوسين عادية في كرة القدم خاصة عندنا. قلت لهم راك مازال مقلق؟ قال لي لا، مع البث اللي صح شوية مقلق وتعبان، ولكن هذا هو حال الناس اللي مارسوا رياضة شعبية كما كرة القدم. قال لي زعفت في الوقت هذاك، زعفت ما فهمت على هذا الكور هذه والشكل اللي قادوا كاع، ولكن قال لي برك اليوم صبحني صبحت مليح، نوكل عليهم ربي. كلمة هذه قال نوكل عليهم ربي. قلت له مصطفى هاي راك راح تمشي اليوم تحضر المقابله في عنابه وهو مازالو حي. قال لي في الظروف هذه النفسيه والمعنويه نفضل نرتاح هنا، ما نزغطش بزاف، ولكن مازال مقابلات نعاود نرجع. مصطفى ماجر انسان يمشي بالانسبيراسيون تاعو، يلعب بالانسبيراسيون، يمشي بالانسبيراسيون، ما راهش حيلي، يعني لن يقاطع يا زيد. اذا رباح ماجر لن يقاطع الشان؟ لا لا لا، اللي يقول لي قاطع الشان ما يعرفش ماجر، وشحال من الناس ما يعرفوش يهضروا في بلاصتو. ما يقاطع الشان، ممكن اليوم غدوة ممكن ما يروحش، ولكن راهو هنا قال انا راني لهنا
باش نعمل كما كل جزائري للترويج للمنافسه هذه اللي تنظمها بلادنا. لا ما جا ما مارش وعنده حاجه ماشي حقودي ماشي حقودي ما جا خرج 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 من كره القدم تاع هنا المحليه ترعرع وراح في اوروبا ودار دار صنع روحه اسطوره اسطوره عالميه. لكن هذا اليوم اسمح لي قد نقول لك عن الجمهور ماشي كاع الجمهور بعد 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 هذو المناصرين المزعومين هذا داروا داروا دقيقه صمت طلبت لهم الفيفا يديروا دقيقه صمت في كل العالم في كل مقابله هذا منافسه مليحه كما هنايا داروا دقيقه صمت طلبوا منهم يديروا دقيقه صمت على على بولي يتوفى الاسبوع الماضي الناس بداوا يصفروا يعني قال لك علاه هذه تخالف العقيده تاعنا يا اخي الاستاد تاعنا الاستاد تاعنا تروح تسمع ما ما يرضيك يا قاد اخويا نسيت السبان رياح عدم الاحترام الدين تاعنا ينص على هذه الاشياء هذو صحيح هذا الناس هذو اللي راهم ياخذوا هذا هذا المواقف وهذا السلوك هذو راهم يشوهوا في السمعه تاع كره القدم الجزائريه. نتمنى ان يتم احتواء هذه القضيه ولكن مشكل كبير الاشخاص وكاينين هذو الاشخاص اللي راهم هما خلقوا هذه المشاكل هذو وبعد يجوا يبقوا كما يقولوا للارم تاع الكروكوديل. لا الناس تعرف الناس الناس صحيح. تعرف الناس مفهوم ويعرفوا روحهم. يعطيك الصحة يا زيد يعطيك الصحة يا زيد يا زيد يحذر من أصحاب دموع التماسيح الذين يتباكون وهم الذين يثيرون المشاكل. شكرا لك يا زيد وهيب يعطيك الصحة على المكالمة وعلى هذه المعلومات. نذهب إلى فاصل مشاهدينا ونعود إلى كلام مباشر.